راجع بظهري مش هشوفه ازاي؟ هو اللي اكيد ما كانش مركز. انا كنت ماشي في طريقي، انت اللي نطيت لي فجاه. لو سمحت اتكلم في دورك وبادب. مصطفى بيه بعد اذنك. يا صام والله العظيم حرام، يعني عربيتي تتكسر وانا مدرب كمان. انا بقول انتوا الاثنين تتفضلوا معانا الاسم عشان نعمل محضر. انا مش رايح اقساء. هو حضرتك شايف مين اللي غلطان؟ انا ما بشوفش، انا شغلتي هنا اسجل اقوالهم والنبي هي اللي تفصل. لا طبعا، لو شايف ان فواز هو اللي غلطان هتكسر المحضر بشكل، غير لو الراجل ده اللي غلطان. مصطفى بيه، لو اي حد من موظفينك عطلنا انا هحبسه بتهمه مقاومه السلطات. فواز تقدر تروح معاهم الاسم وقرب نفسي هاجي معاك. لا طبعا يا فندم ما تروحش. اوعى تروح، فواز دول ما لهمش امان، انا بقول لك اهو. مصطفى بيه الكاميرات دي شغاله؟ الكاميرات دي شغاله يا ابني. طبعا يا فندم شغاله. تمام. تعالى يا ابني ورينا. حضرتك. ايوه ورينا. نشوف الكاميرات. تلاش. مصطفى بيه بعد اذنك، محدش هيخش جوه غير حضرتك وانا وفرد الامن بس. تعالى يا ابني شغل. جري شوية. جري كمان كمان. شغل بقى. أهو نازل وبيبطم ويقول لي أدب. قلنا لحضرتك فواز ده إنسان متربي وابن ناس. ببطم بعد ما خبطني. ما تبس يا ابني أنت أهو. ارجع كده تاني. أيوة شغل دي. شفتوا؟ هو بيتكلم في التليفون زي ما قلت لكم. على فكرة الفيديو ده فيه حاجة غلط. واضح جدا ان هو فوتوشوب، باين قوي. طيب شكرا يا حبيبي. عمي يا فندم انا برضه مش فاهم ايه رزوم الاسم حضرتك. لو مش فاهم اركب معاهم. بقول ايه؟ مش عايز كلام خالص. يلا يا امين. ما تقلقش يا فواز، هنجيب محامي ويجي وراك كلنا. اطلع يا ابني. ابليس مش عايز الانسان يدافع عن الحق، عايزه يدافع عن اللي شبهه. شبهه في اللبس، في الفكر، في الاعتقاد. المهم ان انت بتدافع عن قبيلتك، ولما بيعمل كده ويرجعنا للفكر القبلي بيؤسلم الجاهليه، فبيرجعنا لورا تاني. سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم تعب كتير عشان يشيل الجاهليه من قلوب العرب ويخليهم ينصروا الحق، بس مهما كان الحق لمين، المهم ان انا مع الحق. ازاي ضرب المثل بنفسه صلى الله عليه وسلم انه لو بنتي سرقت هقطع ايدها. الحق على الجميع، لانه متبع قول ربنا سبحانه وتعالى في سوره النساء: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط. قسط العدل، يعني قوموا بالعدل، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. قول الشهاده لله، ما تغيرش ابدا، ولو على انفسكم. ولو الكلام ده جه عليكم انتوا يا مؤمنين، ممكن يعني ممكن يبقى في حد تاني مش من دينكم هو اللي معاه الحق، قول انه الحق هناك. ومعناها الاخر كل واحد مننا الفرد، ولو على نفسك يعني، ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين، ابويا وامي والدين او اقرب الناس الي، ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. المؤمن بجد اللي قلبه جواه الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم بيبقى عايز الحق أيا ما كان الحق فين. وبسبب شدة حرصه على الحق الناس بتحس إن هو حقاني رباني، فبيتبعوه وبيتبعوا دينه ورؤيته وفكرته. والعكس صحيح للأسف، المتدين ظاهرا فقط اللي ماشي على طريق ابليس خطوات الشيطان، حتى لو في صوره التدين الناس بتحس فيه انه بتاع باطل، انه متعصب لقبيلته لفكرته لجماعته للناس اللي شبهه بس، وبيحاول يداري دايما على اخطاء اللي شبهه عشان كانهم هم اصلا مقدسين ما بيغلطوش ابدا. فبيبتدوا يحسوا انه اكيد الفكره اللي هو عليها دي ما ينفعش تكون حق، ما غيرتش في اخلاقه حاجه. دايما يقولوا كده الاخلاق بتظهر اكتر مع المخالف، ما بتبانش مع اللي زيك، لانه اللي زيك هتبقوا سمنه على العسل مع بعض.
لكن المخالف، الإنسان اللي فكره مختلف عني أو في الرأي مختلف معايا أو من دين آخر أو متدين بشكل غير التدين الشكل اللي أنا بعتبره هو الصحيح، بيبان جدا لو أنا بجد على دين وعلى خلق في إزاي بعمله هو. هل هنصره لو كان هو صح على نفسي؟ آه بعمل كده، أنا كده فعلا على دين حق، أنا كده إسلام. هل بنصر زميلي ده أو أخويا أو غيره حتى لو هو غلطان وأنا عارف أنه غلطان أو مش قادر أصدق أنه ممكن يغلط؟ أنا كده جاهلية ولو أخدت صورة الإسلام. لذة، وأي لذة بتيجي لإبليس وأعوانه لما يبصوا الأهل آخر وحي، آخر اتصال بين السماء والأرض، ويلاقينا قاعدين بننصر حاجات غير الحق، بنقف مع بعضينا حتى لو كنا عارفين أن احنا غلطانين، بنتعامل كأننا مجموعة مختارة مقدسة. ما هو سبق وعمل كده مع مجموعات تانية قبل كده، بني إسرائيل قد إيه عاشوا فترة بيتعاملوا أن احنا اللي صح دايما وبقية العالم غلط عشان ربنا اختارنا، وضلوا وأضلوا. وإبليس عايز يمشينا في نفس طريق بني إسرائيل، أن احنا نحس أن احنا شعب الله المختار اللي ما بيغلطش أبدا. أن نكون بجد مختارين من ربنا مش هيتأتى أبدا غير لو احنا بننصر ربنا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ده اللي يرعب إبليس وده اللي يفسد خطته. أما اللي بيعينه وبيسعده أنه يبص علينا ويلاقينا في الآخر رجعنا مرة أخرى للجاهلية.